الحمد لله الذي كتب علينا الصيام وجعله ركنا من أركان الإسلام، وجعل له شهرا كريما من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه العظام. وبعد، السائل بيسأل إمتى يبدأ صيام ابني أو بنتي، أو متى ألزمهم بالصيام، أو متى يجب عليهم وجوبا أن يصوموا شهر رمضان. نقول وبالله تعالى التوفيق إن الشرع الشريف خفف على الناس عباداتهم، فرفع القلم والتكليف عن الصغير، عن الأطفال، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. ثم إذا ما بلغ هذا الصبي أو الفتاة بأن ظهرت علامات البلوغ اللي بتكون ظاهرة في البدن وفي الصوت، وهذه العلامات المعروفة، فعندها حصل البلوغ الذي يكون معه التكليف. فإذا لم تظهر هذه العلامات يكون الصوم واجبا ولازما عند سن 15 سنة، وهذا على الراجح من أقوال الفقهاء. ومما ينبه عليه أولياء الأمور أن يعودوا أطفالهم على عبادة الصيام التي تزكي النفوس وبها يكون صحة الأبدان، ففي تعويدهم منذ الصغر على هذه العبادة العظيمة وعلى هذا الركن من أركان الإسلام تيسيرا عليهم، وفيه تعويد لهم أن يصوموا متى بلغوا بدون أن يعتريهم مشقة وبدون أن يعتريهم أي نوع من أنواع الجهد والمشقة، وأيضا يكون لهم مثل ثواب أولادهم في تعويدهم وإرشادهم وتعليمهم الخير. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.